بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده ولا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، ندرس بإذن الله تعالى متن القواعد الأربع. نعم. بسم الله، الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين. إن شاء الله تعالى وحين ساك بلا بد أن هدي الله يدموه متن الكتاب فيها قواعد الأربع. قبل أن نبدأ بدراسة المتن نسأل عن أشياء. أنت أين كتابك بلا بد؟ سؤالا إن شاء الله سويدين دون هدي الله يدموه. هذا المتن في التوحيد، لماذا ندرس التوحيد؟ ما تيجني وحنا كسب سنة توحيدك، سؤال شو حيتهي محين أدرى سنة توحيدك؟ حق الله على العبيد، وحقه وقال كله يا ذو مديسة، خلقنا من أجله، درتي سنة لو أبو ري، بعثة الأنبياء والرسل عليهم الصلاة والسلام، ودعوة الأنبياء والرسل عليهم الصلاة والسلام. أنبياء يرسلنا وحالوا صدري وإستجد درتي. لا يقبل الله سبحانه وتعالى أي عمل إلا به. ألا ما أقبل أي عمل سبحانه وتعالى توحيد الآن. ولا يدخل الجنة إلا موحد. شندنا وحاجلي يقف موحد وكليته. وغير هذا. السؤال الثاني. يحيى بكله. سؤال شلبات. لماذا اخترنا دراسة هذا المتن، متن القواعد الأربع؟ محين أضر نينين وأخنه متن جن قواعد الأربع. لأننا طلاب، والطالب لابد يرجع في الدراسة إلى العلماء الربانيين. ليس لنا أن نقدم أو نؤخر. نعم. أنو أرضي بين النهاي أرضنا وحنا لازم أين علماء الأبطان أنو وحنا مهر بلينا وحنا ندي وما دينا. فأرشد العلماء رحمهم الله تعالى الطالب أول ما يبدأ به التوحيد، وأول ما يبدأ في التوحيد الأصول الثلاثة ثم القواعد الأربع. وحي علماء كوها جين وحوجه الرئي إلى رب الطالب كأنه أخرجته إنه هي التوحيد كا وحنا وجه الرئي بكتاب أصول الثلاثة وحنا كحقيقة قواعد الأربعة. نعم. سبب تأليف هذا المتن، والله أعلم أن المؤلف رحمه الله تعالى أراد بهذا المتن أن نرد على بعض الشبه التي يأتي بها أهل الشرك في زمننا. صوبت أقومهم سنة كتاب كان الله اللي فيه إله بكرنا سبحانه وتعالى، لكن وحيقوم وقتها إنه مؤلف كشبهوين كقليها شبهوين كفافية إنه شبهوين كذقاقات وكل الدنيا، وهو تقريباً كالخلاصة لكتاب كشف الشبهات. كتاب كان يعني سود وينهان وحلمدي هاي كتاب كشف الشبهات كوكلوي. كما أن الأصول الثلاثة تقريبا كالخلاصة لكتاب التوحيد. سيدا أصول الثلاثة هو وتقريبا وحلمدي هاي كتاب التوحيد سبحانه بوليه. لو قال لنا قائل لماذا لا نبدأ إذن بكشف الشبهات أول بالكتاب الأصلي ثم بعد هذا ندرس متن القواعد الأربع لأنه مختصر. حضوق في سويديو ما دام كتابك كني قواعد الأربعة ووجي هاي كتابك كشف الشبهات كتابك أصل كأهم حين هو بلا بويني نقول هذا ليس لنا، هذا لابد من الرجوع فيه إلى العلماء، والعلماء قالوا يبدأ الطالب بالأصول الثلاثة ثم القواعد الأربع ثم كتاب التوحيد ثم بعد هذا يدرس كشف الشبهات. وحلي هو شاس حقنا معها علماء ذي أطه الله علماء ذي نوحي نوت المامين إن يمركوا رميهم تهاي إن لبلابه أصول الثلاثة كدبنا قواعد الأربعة كدبنا الشبهات كدبنا كتاب التوحيد. نعم، بل بعض العلماء يرى تحريم القراءة في كتاب كشف الشبهات قبل دراسة كتاب التوحيد. علماء ذا قاروا حليهن وحن بنانين إن لآخرين مركوا هري كشف الشبهات كأيضاً لآخرين كتابك توحيدك كتاب التوحيد. إذن حال طالب العلم، حال كل مسلم لا يسمع ولا يقرأ ولا يحضر إلا بعد سؤال العلماء، هل يصلح لي هذا الكتاب؟ هل أستطيع القراءة في هذا الكتب أم لا؟ قفك مسلم كحال كيسو، قفك طالب كحال كيسو، وقفك مسلم كورن حال كيسوي، حالك قفك مسلم كنا وحويان مركه وطلابا قاضيه وحويديني يا علماء وحويديني يا محن حقين وحكب لابا أما كتابين وحكب لابا. لأننا في هذه الأيام يعني نرى كثير من الناس هدانا الله إياه يعني يطالع ما عليها أهل الكتاب مثلا، يطالع ما عليها الرافضة مثلا، يطالع ما عليها للبدع، وهذا قد نهى عنه النبي صلى الله عليه وسلم. نعم.
وحين أركينا ما المهن دتك قاركي إني مطالعين يان أما أي في فيرن يان وحي أهل الكتاب يقود السجنين أما الرافضة أما الشعراء يقود السجنين أما أهل البدع يقود السجنين. نعم. كذلك الكتب التي ذكرت ما شجر بين الصحابة رضوان الله عليهم. نعم. يكتبتها كور رمي وحي دحمر الصحابة ذا. هذه الكتب يحرم القراءة فيها على ما يذكر العلماء ومنهم الشيخ بن عثيمين رحمه الله الجميع. كتبت نوع عصو كلاين لأخي يوا حرام سيدة الشيخ عثيمين عليه رحمة الله وشيخي. لماذا؟ محاد عي. لا، لأن القراءة في هذه الكتب قبل معرفة معتقد أهل السنة والجماعة قد يؤدي إلى الطعن في الصحابة. محايا لي كتبت النوع إن لأخريو كهر إنت آذان بارانين معتقد كي صحابة أما السلفك تاوحي كينيسا إلى الصحابة الطعنسيد. والذي يطعن في الصحابة رضو الله عليهم هو في الحقيقة قد طعن في الله وفي دين الله وفي رسول الله عليه الصلاة والسلام وطعن في الصحابة. قفكي صحابة الطعنية أو درنا فعلا نبهانتي قفكا سوحو دري دينت الله سبحانه وتعالى أبو دري دينة النبي محمد نوادر عليه الصلاة والسلام. طعن في الله ألا أي طعنيي أو دري وفي دين الله دينة ألو دري وفي رسول الله عليه الصلاة والسلام رسولك ألو دري عليه الصلاة والسلام وطعن في الصحابة صحابة نوادرتان بأوتار كاس. طعن في الله لأن الله سبحانه وتعالى اختارهم لصحبة نبي عليه الصلاة والسلام ورضي عنهم. وحي طعن قال وقلته سبحانه وتعالى إلهي إسقى دورتي صحابة وكمان ودورتي نبي جسين إلى صاحبا عليه الصلاة والسلام. وطعن في دين الله لأن نقلوا لنا الدين نقل لنا الدين عن طريق الصحابة رضوان الله عليهم. ولو طعن فيهم معنى هذا أن الدين الذي نقل إلينا نقل عن أناس ليسوا بثقات. نعم. وحي طعني أي دين كنا كنت هاي دين كني يا إنا سو جارسي وحي إنا سو جارسي والصحابة ذا واي مركز الصحابة ذا طعنين توضو وحي لم يتهاي طعنين الدين ته. وطعن في رسول الله عليه الصلاة والسلام لأن المرء على دين خليله. وحي رسول كنا أي طعني كنت عليه الصلاة والسلام صحابة ذا وحي كسو قنايين عسلا دريقي سي إذا مركا نبي قا إن لطعني يوم وحي طعني أوطهي صحابة ذا أما صحابة ذا إن لطعني وحي طعني أوطهي نبي محمد عليه الصلاة والسلام. وطعن في الصحابة هذا واضح. طعن في الصحابة هو شيء اسكعدوي. الله سبحانه وتعالى لا يسأل عما شجر بين الصحابة رضوان الله عليهم ومن الفئة الباغية وغير هذا. نعم. الله تبارك وتعالى إن ويدين ما يو وحى الصحابة الحمرية فتنها. لكن سائلك الله سبحانه وتعالى. لكن قال لي وحك السؤال يا هل أطعت الله سبحانه وتعالى في قوله والذين جاءوا من بعدهم يقولون ربنا اغفر لنا والإخوان الذين سبقونا بالإيمان هل أطعت الله سبحانه وتعالى في هذا؟ قال لي وحك السؤال يا سبحانه وتعالى إلهي ما كو أطيع ذي هذا الكأوال إلهي سبحانه وتعالى والذين جاءوا من بعدهم ولقوا أماني ذاتك أخيارت إيماني رقي قيمها بدنا الصحابة قداش هذا محال لقوا يقاني وحال لقوا يقاني إن قلوبته ذن آني وحبه أقو قادن دم دافنا الله سبحانه وتعالى ويديان. وهل أطعت النبي صلى الله عليه وسلم في قوله لا تسبوا أصحابي؟ نبي قم أقو أطع عليه السلام ورهد أولي هاي أصحابتي ذيان العاين. إذن لا يمكن أن نطالع الكتب التي ذكر فيها ما شجر بين الصحابة لأنه قد يقع في قلوبنا شيء. نعم. سورة قل ماءها وحفي عنا ماءها إني نطالع عنه أما أين المذاكرين كتبتها كهالليا وحي الصحابة الإحمري فتن أها نطالع في فضائل الصحابة رضو الله عليهم وحن مطالعين إن وحي كسو أروري فضل الصحابة إلى هايين. إذن تقديم قراءة الكتب والدراسة والسماع هذا لابد من الرجوع فيه إلى العلماء. كتبت اللقوك له هرمرين أيو أخرين تا يلاقيسيقا وحي أباها انتا يلقى مرمان أيو تهي علماء دا انت بلولان نقضو يقل ويدين ولا يقتر الإنسان بنفسه قفنا نفتي سيو يا نقوك تسومين. نعم. بعد هذا نريد أن نعرف قاعدة في الرد على أهل الباطل. انت كدب وحن ربنا إنا نقرنو تير كا قاب كاللور الدين يو دتك أهل بدعة الرد على أهل الباطل والرد على أهل البدع يقول يكون عند أهل السنة والجماعة صلى الله عليه وسلم يكون منهم من طريقين.
إن الرديو دتك أهل باطل كأهل بدعة لبوا وديكو إيمان كرتا طريق مجمل وطريق مفصل رد مجمل ورد مفصل ردي أما نقدي ضوضوبا يمد تفصيل كتر وفافاهنا لكن ليس معنى هذا أننا نأتي لأهل الباطل ونناظرهم لا هذا ليس بصحيح معنى هذا ما إن أهل الباطل كو إيمان وأن لم نناظرين يعني للدو ذيو نأتي لليهود والنصارى ونناظرهم هذا ليس بصحيح معناه ذو ماء إن اليهودي نصارى ذو إيمانين ولدوا ذينه ما هو الصحيح صح ماء الصحيح هو الذي أرسل به النبي صلى الله عليه وسلم معاذ رضي الله عنه سيد الصحيح وحويان ووحو النبي محمد عليه الصلاة والسلام معاذ الله دري قال لمعاذ رضي الله عنه قال النبي صلى الله عليه وسلم لمعاذ رضي الله عنه إنك تأتي قوما من أهل الكتاب يعني يهود ونصارى نبي محمد معاذ مركو يمن أدري وكويري وحد أتجدون تقوم كم أهل كتابك عندهم حجج عندهم براهين عندهم كتب توراة إنجيل حجوين إيا براهين بهيستان أي إنجيل كهيستان يا توراة قال له ناظرهم موحو كويري لضوت تكلم في أخطاء اليهود والنصارى مو تكلم إيش؟ تكلم في أخطاء اليهود والنصارى. موحو يري كله هذا الخلاذات كيهودي النصارى. ماذا قال له؟ موحو كيري. ليكن أول ما تدعوهم إليه شهادة أن لا إله إلا الله. معاذ وحد كلها الله يسوح وهو ريهان نغضو إن هذا بقول يردو إن يقران كلمة التوحيدك. إذن أول ما نبدأ به في دعوة اليهود النصارى المجوس الروافض التوحيد. وحوله الرأي قارض الله ويري حدين نقطة يهودا هي كريستانكا هي الشيعة هي مجوس طبا وتوحيدك مفهوم ما لا فهم إرنتاس إذن هذه هي طريقة النبي صلى الله عليه وسلم أصلا النبي صلى الله أصلا النبي صلى الله عليه وسلم أول ما بدأ به مع كفار مكة ناظرهم أم دعاهم إلى التوحيد نبي صلى الله عليه وسلم الرجيء ومركي لرسو نبي الله صلى الله عليه وسلم وقال هذا كله الله كفار قريش موحو ضد بأهيد ما هي وحي أهيد إنه تعزك أبو يري جميع الأنبياء والرسل عليهم الصلاة والسلام ولقد بعثنا والله يا أي والله لقد بعثنا نعم نمان أم رسول الله صلى الله عليه وسلم ودن كلمة الحب الله صلى الله عليه وسلم في كل أمة أي في كل طائفة ومد كستنا ولا أساس أهيد وحلا صلى الله عليه وسلم رسولا رسول بالغ صلى ساري ما هذا البعث وما هذا الإرشاد نعم حال الله صلى ساري ولا الله صلى دري أن اعبد الله أي وحد الله إلهي كلي عبده إساقون وحيدة واجتنبوا أي ابتعدوا غاية البعد عن الطواغيت كفوا قادة فقاشاء ذوفك إن العبدان طاغوتك نعم إذن الطريقة الصحيحة في الرد على أهل الباطل تكون من قلنا من طريقين من وجهين طريق مجمل وطريق مفصل هذا وضد أهل باطل كلجوء الدين كرو والله بطريق ويسيد أن صوشة جنبه طريقنا ومد الضوبا طريقنا ومد تفصيل كتر وفافين كترتا الطريق المجمل يقول عنه الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى يعرف كل موحد بشرط أن يصغي لكلام الله وكلام النبي عليه الصلاة والسلام طريق نعم. مجمل كاسس محمد أبو شوح ويان قف كستا وحال الربائن وقدك هارعيو كلامك الله سبحانه وتعالى كلامه صلى الله عليه وسلم ما هذا الطريق المجمل الطريق المجمل أن صاحب الباطل لو يأتي بشيء بأي شيء نعم على باطله نعم طريق مجمل هو حويان هدي وقفك صاحب الباطل كولي ما دوه شيء لو قال لك مثلا هدوك قيلة صالحان أول خلق الإنسان قرد يعني خلق الإنسان كوه الرئي وحويان ودانير ويقول عندي أدلة وبراهين تثبت هذا وحان هيا أدلة تسينا يا أركاس سوغيا نقول الرد على هذا أصلا من وجهين مجمل ومفصل وحان تاكل الدين كرنا لبط طريق من نوى ضوضو من نوى تفصيل المجمل تقول هذا الكلام الذي تذكر أنا لا أعرفه مد مجمل هو حويان هذا الكلام أتشيكي سانوكو قرن مايو ولا أعرف الرد على هذه الأمور اللي تقولها قاب لور الدين قرن مايو لكن أقطع أن كلام الله لا يتناقض لا يتعارض
لكن وحن يعني قوان وان امن سنهي كلامك الله سبحانه وتعالى انانو اسبرنين وانت من الذين سمى الله لنا ادنا وحد كم تيقوا الله مغعنو مغعبي تتبع المتشابه وتترك المحكم وحد راعيسا وحيابه متشابهه وحكتجس وحي محكمات كها وعندنا نصوص محكمه بينه واضحه ظاهره لا يمكن العدول عنها أكثر نذا واحد النصوص عد عد أو عن صورة جاية إنه كلا حنو أول خلق الإنسان آدم عليه الصلاة والسلام وآدم من تراب خلق الإنسان خو حوجه رين بالله آدم آدم نوح لقى أبو رعيدة قال اسمع إلى ما قلت قل لا أسمع لك كم دقي سنة يو هذا رد يسمي العلماء رد مجمل تنوك العلماء ذو حوية قانان ورد ضدوبة الرد المفصل تفصل في الأدلة ردّي يعني تفصيل كنا ومتك أدلة اللغة تفصيليه لو قال لك المبطل أو المشرك على ما سيأتي الآن معنا في القواعد الأربع لو قال مثلا لك الشرك فقط محصور في عبادة الأصنام هذو قفك إذا ذو الشرك وحكوك وبينها كلية تأون أصنام تأين لعابده أما عبادة الصالحين عبادة الأنبياء والرسل عليهم الصلاة والسلام عبادة الملائكة عليهم السلام هذا ليس بالشرك أما إلا عابد الصالحين تسيد أنبياء ملائكة رسوشه شرك معها وقال عندي أدلة على هذا وقال هذا وحامه هيا أرن كاسي أدله تقول هذا الكلام الذي تذكر أنا لا أعرفه وحد أرانا يساورك أدوك أسيقي سأنوه قرن مايو ولا أعرف الرد عليه قابك الله ردين ما قرن أيو وأنت من الذين سمى الله لنا تتبع المتشابه وتترك المحكم وحد كم يتيكوه الرب سبحانه وتعالى نومك عابي وأرع راعي شبهاتك يعني يتبعون الشهوات صح؟ اتبع المتشابه الراعية متشابهة يعني الأدلة التي فيها تشابه ويترك الأدلة المحكمة البينة الظاهرة الواضحة وحد كم يتكور الراعية أدلة متشابهة محكمات هناك تجية وعندنا نصوص محكمة لا يمكن العدول عنها وحققت نذا هذه النصوص محكمة أن لقل لي حن كريم أن الله سبحانه وتعالى أمر بعبادة بتوحيده ونهى عن الشرك سواء كان الشرك في عبادة الأنبياء والرسل عليهم الصلاة والسلام في عبادة الملائكة عليهم السلام في عبادة الصالحين ولم يفرق الله سبحانه وتعالى بين الشرك وشرك الله تبارك وتعالى وحو إنو عدي إن أمري أم إنو الشيخ سبحانه وتعالى إن عبادة لعابدي صالحين تا إيا ملائكة إيا وحي لمدة إن يتهي الشرك أي تهي فرق مرد حيو إلا عابد الصالحة أما إلا عابد قيدي وحي أصنام لمدة مفهوم؟ أنت ما اللي فاهمي؟ إذن الخطر كل الخطر من ترك ما حذر منه النبي صلى الله عليه وسلم نعم خطرت وحي كسو قانتا هاي إني نكتقنو وحي نوحد عليه الصلاة والسلام إنو قدقي قال عليه الصلاة والسلام إذا رأيتم الذين يتبعون ما تشابه منه يعني يتبع النصوص المتشابهة ويأتي بأشياء لم تأتي عن السلف الصالح رضوان الله عليه لم تأتي لا في كتاب ولا في السنة ولا في سلف صالح نبي نوح عليه الصلاة والسلام مركز أركتان قوة راعية أشياء متشابهة فماذا نصنع محان سمينينا قال فأولئك الذين سمى الله أي وصفهم الله سبحانه وتعالى لنا قوة سوى قوة الله تبارك وتعينات المامي فاحذروا كالدكتور هذا كان في زمن عمر رضي الله عنه رجل يأتي بالمتشابه نعم ويثير هذه الأمور والشبه بين الناس حلي عمر وحاشرينين وحيابه متشابه الله إيمانية ذاتك نحضر الشبهات كفها فينية فأتى عمر رضي الله عنه أمر به أن يؤتى بهذا الرجل إليه عمر وحو أمرينيكا إن لوكينو فجاء إلى عمر رضي الله عنه كان عمر في كل يوم يضربه ثم بعد هذا يضع في السجن عمر مال مالينيكا وقراعي شري وحو نديك شري حبسية فتعب هذا في كل يوم يضرب ثم يدخل إلى السجن فقال لعمر رضي الله عنه نعم مالينيكا استوى قراعي حبسي وقال يا عمر نكا وحو كجري فقال يا أمير المؤمنين إن أردت قتلي فأحسن قتلتي يعني إن أردت قتلي اقتلني الآن كل يوم أضرب
ثم أدخل إلى السجن. نعم. نينك وحكوير عمر عمرو هذا دوني سو إدل إلا المال ولبا أنت الله يقرع ويان حبسك الله يدقني. وإن أردت تأديبي فقد تأدبت، يعني لا أعود إلى المتشابه أبدا. هذا دوني سيد بنتي إذا نوايا بسيء أنقن ما يو حيا متشابهة. فعمر رضي الله عنه تركه. عمر نكي واسقت جيلي. وأرسل وراء هذا الرجل أبو موسى رضي الله عنه. أبو موسى أيونيك كذب الدري حتى يتأكد أن هذا لا يرجع إلى المتشابه. سوى عمر وبصر تنينك سينوسا كنا قانين وحبيب متشابهة. فلم يرجع. كم الله بنا. إلى أن توفي عمر رضي الله عنه. إلى عمر لقى لأفسده. فعندما توفي عمر رضي الله عنه جاء الناس إلى هذا الرجل وقالوا ارجع إلى المتشابه. مات عمر، لا يوجد قتل ولا حبس ولا غيره. نعم. عمر مركه ودين تيبا دتك وحي اوتغ نيكي وحي كو يلاهدين وحيابيه متشابهه كلها ومحايله عندنا كدلميس عندنا كما حبسيسو. قال لا ادبتني درة عمر، يعني الضرب. نعم. بنتي عمر يدلكي سيبا يدبسي كما نقنيو في هذه الايام مالمهن اكثر ما يكون عندنا بوسائل الاتصال هذه وحا أقوبة أن أكتين هدى هذه معلمهني وحا ويان وحيا بحن لويا غنى السوشيال ميديا أكثر ما ينتشر المقاطع مقاطع علماء الضلال والفسق والفجور وحا أقوبة أن لقفها في وحا ويان وعلماء اللنسان أفكار توضا يأتيك مقطع فيه ما قال الرافضي وحا كتيرا مقطع ير أما فيديو ير وأيكاها الليان قليها الشيعة لا الرافضة الرافضة أحسن. نعم، لكن إذا هم ما يفهموا قل لهم أحسن أن نسمي هؤلاء بالرافضة للشيعة. نعم. أنا وأنت بدل الشيعة نستعمل الكلمة الشيقة وحا أذو في عين لا يستعملوا كلمة الرافضة. لماذا أستمع للرافضي أنا؟ محات كل دقيقة سنة يساء الرافضة وحليهم. لماذا نستمع إليهم وقد حذر منهم النبي صلى الله عليه وسلم؟ محين كل دقيقة سنة إذا أحمد إنه قد عليه الصلاة والسلام. اسمع إلى ما قال فلان وهذا فلان إمام في الضلال نسأل الله عافية السلام وحيقورنا يندقيسو وحاوليه هبل كلنا وحوه قامية كوية هيبة باددة اسمع إلى ما قال مدع النبوة كافر كفر أكبر دقيسو كان شيغاني نبي لماذا كافر كاف لماذا لا أسمع إلى كلام الله وكلام النبي صلى الله عليه وسلم محين أقول لك يسن لأن كلامك الله سبحانه وتعالى كلامك النبي محمد عليه الصلاة والسلام ويزيد على هذا يسمع هذا المقطع وينشر إلى آلاف مؤلفة تاو حكسي دريا إنه مقطع يسوق لك يستو كدبنا وفافيو وفافيو كما ننقف نشر أحاديث ضعيفة باطلة موضوعة منكرة مقاطع ضلال وكفر وفسق نعم وحوفا فينا أحاديث موضوعة وحباء كثير مقاطع وحباء كثير وبادي وفتكون حفا فينا يا لماذا محاد عي الشيطان يريد هذا شيطان بأرنك دونية ثم هذا الشخص أو من نقل له المقطع في وقت المعصية تذكر هذا القول الباطل نعم كذبنا وقتك لدغي سنيو مقطعا نينك ضالق هذا الكيس يعني حصوصه هذا الكن حصوصه ولو نفتش الان الاجهزه الموجوده نجد اغلب ما في الاجهزه ها حق وباطل هذين هذا بربارنو اجهزوين كان الكمبيوتردن يا انترنت كلا بربارو وحا او بدن اللي له يمحيين هذا في اجهزه من في اجهزتنا نحن ما إنك عايز كله. رحم الله. ما إنك عايز كله. يا إخوانا لابد أن نتقي الله. إن إنه الله كبغنا سبحانه وتعالى. لا نستمع مجرد ما أتيك مقطع مثل هذا لا تنظر إليه أصلا. كلية نعم. مقطع عن فسوق قال إنها دقي سنيني دنها كقرين. كان الواحد العالم من علماء أهل السنة يأمر برجل من أهل الباطل يمر عليه في الطريق. نين كم إذا علم ذي أهل السنة أيا مريشري قف أهل الباطل وددكم مريشري. فهذا الذي عن الباطل يقول لهذا العالم يقول اسمع مني ولو كلمة واحدة اسمع مني. نين كجدك فردي يا أهل الباطل كأه نين كعالم السنة وحكودي شري هل كلمة ونقدر جيس حتى. وهذا العالم يضع أصبعيه في أذنيه يسد أذنيه.
نعم عالم كان وحو فريه سجلني دقيه ساسي أو نقوم قال هذا الكنيك أو الباطل كا ويقول لها ولا نصف كلمة لا أسمع منك حتى نصف كلمة كما دقي سنة يوم واليوم نسمع إلى محاضرات ما ونقرأ كتب لأهل الباطل ما أنت وحي أنه آدو دقي سنة محاضرات أهل الباطل كي كتب هذا هل أتممنا كتب أهل السنة مين دقي سنة كتب أهل السنة هل سمعنا لمحاضرة أهل السنة كاملة أهل السنة محاضرات كذا ما دقي سنة ودما يسلن هل عند أهل الباطل الحق وعند أهل السنة الباطل أهل الباطل كما أكتوا ذا محبة هذي أهل حق أكتوا ذا باطل بها هذي أنت كن مع الكتاب والسنة والسلف الصالح وحات كده ذا شهادة يقورنا لتشرتو كتابك يا سنة يا سلفك الصالحة حتى صار البعض يرسل مقاطع سب واستهزاء بمن بمن بالله إلى قارقوث أي جارين إن يديران أما إن شريان عيل عيل الله سبحانه وتعالى وبالكتب المنزلة من السماء وبالأنبياء والرسل عليهم الصلاة والسلام كتبتها لسودة شيء يا أنبياء ضبا يا صالحين ضبا قل أبي الله يعني ما بقي أن تسخر وتستهزئ وتنقل مقاطع إلا سب للرب سبحانه وتعالى ما تشيروا مقطع يعني محوة هاي ما أنت لنا نشرنا يا أم الله في دينه إلا بحبهم بارسيه هي عيل وعي الله سبحانه وتعالى وآياته يا آياتها الله يعني تسخر وتستهزئ وتلعب وتأتي بالنكت على الآيات الشرعية أو الكونية وحال الله إيماني سا أدوه كجه زيسي آياته الله سبحانه وتعالى ورسوله إي رسولك اسم محمد عليه الصلاة والسلام كنتم تستهزئون وحال الله إذن كوجه زيسي لا تعتذروا قد كفرتم بعد إيمان ها عذر دارانينا واد قالوا ذين إيمانك نكذب يا أخواننا الحذر الحذر من هذا ولا اللي يعرفك أنا أدو الدكتورانو نعم بعد هذا محتوى هذا المتن المبارك انت كذب وحقوا كل سنه يوم الرصدي متن المبارك يحتوي هذا المتن على اقسام ثلاثه متن غني وحقوا الرصنه يا سدح قيبوت مقدمه خردع لماذا ندرس التوحيد محين التوحيد قوا اخينا القواعد الاربع يا تيرش افرطه المقدمه وفيها عنوان السعاده او اسباب السعاده هرولع وحى كتيرة أسباب تليبانتا ثم لماذا ندرس التوحيد وهذا مهم كذبنا محين ودراسين تانا وشيء مهم كها ثم القواعد الأربع كذبنا قواعد أفرطة أعيد مرة أخرى ما الكلام كعلينا يا ذكرنا لماذا ندرس التوحيد وحين الصوشة قنين محين وأخينا التوحيد كا لماذا ندرس هذا المتن المبارك متن القواعد الأربع محين ومتن القواعد الأربع وأخينا لماذا ألف المؤلف رحمه الله تعالى هذا المتن المبارك مؤلف كمحوه كتاب كان أؤلفي الرد على الشبه التي أتى بأهل الشرك في زماننا إن لقول ردي أهل الشبهة شبهات كوضة وهو خلاصة لكتاب كشف الشبهات يأينو سوكو بيو كتاب كشف الشبهات كا لابد من التدرج في قراءة ودراسة الكتب وحلق مارمان إن سي تدرج ترتيب لو أخرية كتبته كيفية الرد على أهل الباطل من طريقين مجمل ومفصل قابك اللور ردي أهل الباطل في البوضة يكتب ما ذا قاب ضمي قاب تفصيل أقسام هذا المتن المبارك ثلاثة أقسام قيبها متن بركيسان وسدح قيبوت نبدأ الآن بالقسم الأول هذا وحي نكب بالآبان هنا قيبتي وقوه الرئيسي بالمقدمة وردعة وفيها قلنا أسباب السعادة أو عنوان السعادة وحا كتر سانسور شغني وحا لو يقانو أسباب تليبانتا نعم اترك الكتاب يا شيخ اترك الكتاب لا تكتب انتبه معي هذا نائم نعم القسم الأول المقدمة وفيها عنوان السعادة قيبت وقوه الرئيس وهو ردع وحانا كتر ليبانتا عنوان كذا بدأ المؤلف رحمه الله تعالى بالبسملة بسم الله الرحمن الرحيم مؤلف كوحوكوب لو ذي قرال كيسا بسم الله وبسم الله الرحمن الرحيم افتتح ببسم الله الرحمن الرحيم كما في القرآن وفي السنة نعم
بس ملاذو كوب لوذي وايو قرآن كي السنة ذي كشرتها. ثم دعا للطالب. كذبنا وادعي أرضيجي. وهذا فيه يريد كل خير يلحق بالطالب والقارئ لهذا المتن. أعيد عليه. عندما دعا للطالب في أول المتن هذا فيه شفقة المؤلف بالطالب والقارئ، يريد أن كل خير يلحق من يقرأ هذا المتن أو يحفظ هذا المتن. مرك أود عيني مؤلف كأرضيجا تاسوحي كنت سنيسا نحريستا أوهايو أرضيجا يعني مؤلفك. نعم قال من دعائه قال أن يتولاك في الدنيا والآخر، أن الله سبحانه وتعالى يتولاك في الدنيا والآخر، يعني تكون من أولياء الله. دعوينك ومؤلفك طالبك ودعي وحكم إذا إلو الله سبحانه وتعالى وأذوك ما أمره وأوليك ونقضوا الدنيا آخر. من هم أولياء الله؟ وأي أولياء الله سبحانه وتعالى؟ أولياء الله سبحانه وتعالى هم الذين ذكرهم الله سبحانه وتعالى في قوله أولياء الله وقوة الله سبحانه وتعالى وراذي القرآن وخش يا ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون. من هم؟ قال الذين آمنوا وكانوا يتقون، يعني جمعوا بين الإيمان والتقوى. أولياء الله سبحانه وتعالى في سورة يونس الغش يا أولياء الله سبحانه وتعالى ولا وطن بليين أولياء الله عبسنا ألا إن أولياء الله الذين آمنوا وقوا الرميين وكانوا يتقون عبسذي وي. نعم يعني جمعوا بين الإيمان والتقوى وحي كولن سدين إيماني ألك عبسي. ولهذا قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى سيدا درادت مسلم تيمية من كان مؤمنا تقيا قفك هذا مؤمن أو تقيا كان لله ولي ألا أي ولي أنقني سبحانه وتعالى. ولهذا ألف شيخ الإسلام رحمه الله تعالى كتابا سماه الفرقان، لابد أن نفرق بين أولياء الرحمن وأولياء الشيطان. سيدا درادت مسلم تيمية اللي في كتاب القمة قعابه الفرق بين أولياء الرحمن وأولياء الشيطان. مركب واحد لقى مرمين إنه كلاقادنا أولياء الله سبحانه وتعالى يا أولياء الشيطان كان. يعني فرقان يعني كأنه فرق بين السماء والأرض. يعني وحي لم يتهي فرق يقول حي يقول كي عرك أو كلام. نعم. إنسان ينام بين القبور. قفه وحي السيحانة يا قبل قبور تدح ذا. يشرب الخمور. خمر وعبيا. يزني. وزني سنة يا يسرق وحضيا لا يأتي بالطاعات لما إيماني الطاعات لا صلاة صلاة لما إيماني ولا صيام صوم لما إيماني ولا يتطهر من النجاسات نجاسين كما طهينا هذا ولي والله لا شك في ولايته كني ولي ألمها سبحانه وتعالى من أولياء الشيطان لا أحد يشك في ولايته وحو كم ذي هاي أولياء الشيطان قفنا كما شك سنة كما شك لا إيمان ولا تقوى إيمان يتغم النوم ولا غفكني ثم ذكر كذبوا الشيء مؤلفك أشياء ثلاثة سدح شيء الشيء إذا فعلها العبد هدوء الضوء السمايو حصلت له السعادة بإذن الله ليبان بوهلي إذا بكالله سبحانه وتعالى ما هي محيطة هاي الأول أن الإنسان إذا أعطي شكر يعني إذا أنعم الله سبحانه وتعالى عليه بنعم قام بشكرها لا بكفرها مد وقه الرئيس إنسان كهدي الله سبحانه وتعالى ونعمه ويكون شكريه كما قالوا أولا لابد أن نعلم أن النعمة ابتلاء مركو رأينا أغانو نعمه ينكوا امتحان كل نعمة أنعم الله سبحانه وتعالى بها عليك فهي ابتلاء نعم واختبار وامتحان نعمك سأل الله سبحانه وتعالى كون نعمه امتحان بأذيك وقوتها ونبلوكم بالشر والخير فتنة الله عليه سبحانه وتعالى وحر إذن كن امتحانينا خير شربة فنان إذن كقدقنا نعم فكيف تخرج من هذا الاختبار والامتحان سالما سيد وقب حيث امتحان كان اختبار كان أضوبة بهذه أولا قبل أن تأتي النعمة لا تتعلق إلا بالله كور أنت عن النعمة ذي إيمان كم حدنا الله وحر سبحانه وتعالى وبعد أن تأتي النعمة تشكرها بالقلب واللسان والجوارح. كدي ما كان نعمة وتمادوا إلى قلبك يحبنها يعرف هذا وشكر سام. الآن بعض الناس يمشي في الطريق. هذا ذكر قاركي وضدي مريم. ويرى متاع الدنيا من القصور والعمائر والسيارات و. وحي أركي أن راح هذا الدنيا يكمل تهيد اسمه يمكن وحي ما هي مغضى. ماذا يصنع؟ يوقف في السماء ريا. في ماذا يفكر؟ يوقف فكر ريا. في الغالب. يفكر
انت بدن وحو كفكريا يقول لو يتعرف علي الرئيس لو يتعرف علي الرئيس هديو يعني مدحوينها او غران لها او الوزير اما وزيرك او التاجر اما قفك تاجرك الملياردير يعني هذا التاجر اي وقفك والعقد بدن له ويقول تعال ورانا يا إكالي خذ من أموالي ما شئت ودع منها ما شئت حوله يقوح على واحد دون تكاقى واحد تكاستك صحيح ما صحبا أكثر الناس على هذا دادك بدي قودي واسداس الجنة تطلب من من جنة يا الله قد البيا من 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 الله سبحانه وتعالى لماذا الله الله قد البيا محاد عي لماذا لأنه لا يقدر أحد على إعطاء الجنة إلا الله سبحانه وتعالى. حي للجنّة بحنت يا ذا عدن الله سبحانه وتعالى ما كركته. طيب الرزق طلب من من؟ رزقي جيال لقد البيا. من الوزير؟ ما وزيرك؟ من الملياردير؟ منك تاجرك؟ من الرئيس؟ من ماذا حوينها؟ إذن هذا الذي يخطر على بالك عندما تسير في الطريق وتقول لو تعرف على الوزير أو التاجر أو فلان هذا تعلق بغير الله. إذن تا يا هيد مركا تتك مريشة قصور تعرقته وقلبي كاغاس وحدات دران لهذه وزير كما مدحوينها أرنكا سوكاله معها مت إلا يتعلق تعلق بغير الله يعني وتعلق وحدناش افتقار لغير الله إلهي غيرك إن الله بهذا سبحانه وتعالى طلب الرزق من غير الله إلهي غير رزقه إن لقدلبه وتوكل على الحي الذي لا يموت وحات لسارة هؤلاء يموتوا وحات لسارة الله سبحانه وتعالى إيه نول إذن عندما تمشي وتنظر تطلب من من؟ مركا من الله يا ثدل بيسا الله سبحانه وتعالى وهذا الذي تسمع من بعض الناس وتسمع في الأخبار نعم وحاني وحادثك قاركي أكمق ليسو ماذا صنع لنا الحكام؟ حكام تمحي أنك نو سميين ماذا حدا؟ محي نوقبتين أين حكام العرب؟ أوي ماذا حدي عربتها؟ أين أهل الخليج؟ أوي ماذا حدي أهل خليفة؟ أين؟ أوي أوي هذا تعلق بمن بغير الله أرن كاني وحدنا شأن غيره سبحانه وتعالى ماذا صنع لنا العلماء ولماذا محيين وقبتين ماذا صنع لنا كذا محيين وقبتين أخذوا أموالنا ولا هنقيقاتين لا لا تتعلق إلا بالله هكو حدنا وحن الله سبحانه وتعالى إن الذين تعبدون من دون الله هو أدعى بذي سأل سكذي سبحانه وتعالى لا يملكون لكم رزقا وحبر رزقي إذن ما هننكران فابتغوا عند الله لا عند غيره ألا أبتي رزقي كضلبا الرزق واعبدوه استغنى عابده سبحانه وتعالى واشكروا له كل شكرية مفهوم إذن قبل أن تأتي النعمة لا تتعلق إلا بمن إلا بالله انت النعمة ما ننكهر قلبي قالها كحر وحن الله سبحانه وتعالى وبعد أن تأتي النعمة تشكرها كذب مركي النعمة وتمادنا إلهي وشكري سبحانه وتعالى كيف تشكرها سيد كل شكر نيسا بالقلب إقرار واعتراف أن كل ما بك من نعمة فهي من الله إن قلبي هقرت نعمة ولبك إيمان سيني كتم من حق الله سبحانه وتعالى وتشكرها باللسان عرفك وشكر نيسا من أين لك هذا حقيت وحني كاجيمي قال هذا من فضل ربي وفضل الله سبحانه وتعالى كيف أصبحت محادثت هو بريستي قال الحمد لله إلهي مهدي سبحانه وتعالى كيف ذهب عنك المرض حنوك سيك هاجتكي قال بفضل الله فضل الله سبحانه وتعالى كيف حصلت الزوجة وحصلت السيارة والبيت سيد فضل ربي سيد كوه شحاس يا أولاد يا باوربة وفضل الله سبحانه وتعالى بالجوارح حبناها سيل لغة شكرنا يا تصرف هذه النعم في شكر المنعم واحد نعموين كان قول لي حين يسيرات كنت شكري سوه الليه يكون نعمه سبحانه وتعالى نعمة المال ينفق في طاعة الله لا في معصيته حولها النعموين كوضا وحا لغة بحيا طاعة الله سبحانه وتعالى نعمة النظر ينظر فيما أباح الله لا ينظر فيما حرم الله عندها النعموين كوضا لغة في ريوح رب كوبني سبحانه وتعالى نعمة العلم تعلم الآن لابد يعلم نعم ذا أقونت إي علمي قونا مكهد برطوانا تذكبرتا ذكر ابن الجوزي عفى الله عنا وعنه ابن الجوزي وحو الشيقي الله ينعفيه ذكر قصة الشيقو الشيقي وهي أن الكلب جاء للأسد وحي هيد إيبا وحوي مد لباح الأسد هو ملك الغابة سانقرين لباح من وابقر كا دورشوكتا فقال الكلب للأسد
إن اسمي هذا ليس بجيد، أريد تغير اسمي. وحويري كلبي وحويري أسد كا ما قعيقاني ما في عناي إقبدل. فأبى الأسد على الكلب، قال لا لا أغير اسمك. لباحي أرنك وادي ذي. لأن الكلب من طبعه الخسة والخسيس لا يصلح له إلا كلب. يعني كلبي وحيا بها وقال هو حكم إذا خسيس نمو. خسيس مليقا خسيس. ليس بجيد يعني. يعني وحفي عن ماها يعني وحو ناكسن معها. فقال لا تغير اسمي. وعكوير مية مقعيق وين بدشا. قال لا أغير. أسد في وحور بدلي مايو. تغير. وبدلي سا. لا أغير. ما بدلي. فقال اسمع. وحور كذب دقيسو. أختبرك. وأكو امتحان إياه. إن نجحت في الاختبار غير اسمك. إن إيش؟ إن نجحت في الاختبار غير اسمك. حدي أتكو قولي شط امتحان كان مقعق وبدلي إياه. قال تفضل. هذا الاختبار. وحور السودوبي. قال خذ هذه القطعة من اللحم. هيلف كان قبل كقاضو. احفظها لي إلى الصبح. إلى بريت إيه هاي إيه إلى لي. قال هذا اختبار سهل، أخذ القطعة من اللحم وأخذ ينتظر الصبح. وحور وامتحان كيف ضغو قاضي وحور قد قال إنه سوي إلى صبحي. فعندما يعني قرب الفجر اشتد الجوع على الكلب. مرك أواو سود وادين ودلاعو أي أيجي أدو قاتشوذي جوع شديد قاش أدو درن وبرد قبو ويغير أو لا يغير يغير اسمه أو لا أوكي مرك ما بدله مش ما بدله يو آكل ما آكل ما عنا مش واسكت ضعفا أغير أو لا يغير اسمي ما بدله يا مش ما بدله يو حتى اشتد الجوع على الكلب إلى مرك أي وأي قاتشوذي قدر ناتي فقال الكلب يجي وحيدي والله ان اسم الكلب اسم حسن جميل والله اكل اللحم والله ما كنت دارت مدع اي ومدع في يجي بحني الان تعرف من نعم قال الشاهد ابن الجوزي عف الله عنه يقول الشاهد ان الذي يصبر عن المحرمات هذا رضي بالعزه رضي ان يكون اسد يعني قف يعني محل قد اللي شريا وحو يقفك اعد ليش قف شوي الذي يصبر عن المحرمات هذا رضي بالعزة ورضي أن يكون أسد قفك كسب ريا حمان تائي معصية وقفك يعني سيدة يعني عزك يا شرفت يعني هذين يا وي نعم والذي لا يصبر عن المحرمات هذا رضي بالخسة أن يكون كلب قفك أن هو هي كسب رنا حمان تا وسيدة أيغ أو كلي أو رالي كن غضي وحس وأنت جرب نفسك نفت هذا بالتجابي تخرج من المسجد مسألك قبح تمر مرأة هويني بطمريسا كلب أو أسد لا أدري هويني بطمريسا ما أيبا مسوى لبح كيف تعصي الله بنعم الله سيد مركع وعاسي سنع الله سبحانه وتعالى تعصي الله بمرأة من الله وحد الله سبحانه وتعالى كعاسي سي هويني هذه نعمة صوب كذ كفرتها نعمة وفقها لو ذي مفهوم إذن الأول عندنا من أسباب السعادة أن الإنسان إذا أعطي شكر أكثر هذا وحوى يصابك أقرر وحوى يان أقومهم سن سعي ليبانتا إنسان كمرك الله نعمة يواشرين إياه الثاني إذا ابتلي صبر مد الله بعد مرك الله تجربه وصبر يا ابتلاه الله سبحانه وتعالى بمرض بفقر فقد مال فقد ولد فقد الزوجة ماذا يصنع حديث الله كل ابتلي سبحانه وتعالى علمه سوايه أولادي سوايه حوليه سوايه محو صمين إياه هناك من يتسخط يعترض على قضاء القدر قف اسعى قلني يا شراء ومحوها يا كهر من يقضيها الله سبحانه ويقدر كيسا لا يرضى رالي من نقون يقف كاسو يتسخط بقلبه قلبه كعرون يا أو بلسانه يصيح عربه كعرون واقيلين يا يقول يا لهوي يقول ماذا يا لهوي ما أعرف ومصيبتها يعني يقول لي دبا يقول دعي يسوى يصيح يعني بصوت واقيلين يا أو يلطم أما هو لما نذو قراعية أو ينتف الشعور أما يعني تمي يعني شفية أو يشق الجيوب أما نركب الجحجحية أو يكسر الأشياء أما وحيابوه الجميلية هذا تسخط كبيرة من كبائر الذنوب وحفعل كنوع عنا وكلنا وادم بك مدميد واوين الواجب بإجماع الأمة الصبر وحواجب أسيع لماذا مدوا إجماع كتا هاي إلا صبر الله ذو القاتل يصبر بقلبه قلبي وكسب رياه وبلساني عرب وكسب رياه وبجوارح ابنه وكسب رياه نعم اترك الكتاب الثالث من أسباب السعادة أن الإنسان إذا أذنب استغفر
نوع السدحات أسباب تليبان توح وإنسان كمرك قدام بابه استغفار بالله إيمانية. ليس الإشكال في أن الإنسان يذنب. شككم تشروا إنسان كي قدام بابه. لكن الإشكال كل الإشكال في أن يذنب ولا يستغفر. لكن إشكال توح وينقفك إن قدام بابه ثم يستغفر. يستغفر. إنه دمبابه هدنا واستغفار ويدس. ليس معنى هذا أن يذهب الآن يذنب يقول أنا استغفر. لا معنى هذا ما هنا هذا دمبي أتكس وقلي شو استغفر لي ماني. لكن الشيطان يقنط الإنسان من رحمة الله. الشيطان كوحو إنسان ككبوسيني نحرس الله سبحانه وتعالى ويقول مثلا لهذا أنت الآن هنا تتظاهر بالتقوى والصلاح والبارحة صنعت وصنعت وصنعت مثلا. يعني هذا وحو كله ورثاك يتو وهذه عبادة يستي ودي صلاة أنت بعد اللي تقضيه خير كسمي. فيقول له الشيطان ابقى على الذنب ولا تستغفر وحكول الذنب يسقى باقي انه استغفرنا الله ايماني لا لابد من الاستغفار لقى مرمان وحاء الى الاستغفار التمديد والتوبه والرجوع الى الله ربنا ونقض سبحانه وتعالى حقيسه اذا اسباب السعاده ثلاثه هذا اسباب تليبان توسدح تنظر الي وقت السراء شاكر وحد يجلس وقتك برواقضة أديكوا شكرني إياه وقت الضراء صابر مختلف وقتك وقتك لبكون الصفر يسوق وعند المعصية مستغفر هذا السعيد وقتك معصيتنا عاد استغفر لإيمان يسوق أسأل الله سبحانه وتعالى لي ولكم التوفيق والسداد والله أعلم صلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم جزاكم الله خيرا